اتذكره الى حدها يعني. ارضنا فوق في هذيك المنطقة كان لنا زيتون، حرقوا الزيتون وقطعوا المستوطنين وعملوا سياج، صاروا يتوسعوا زي السرطان، زي مرض السرطان، صاروا يتوسعوا شوي شوي لحد ما وصلوا لهون، وطبعا سيطروا على عين المي. فكانت مليانة بالعقارب اللي لونها أصفر واللي لونها أسود واللي أبصر شو. فوانا صغير بتذكرها يعني، فعلا كنا نيجي جميعا لأولاد النبي صالح يجوا يلملموا من هان عقارب، يجمعوا ويأخذوا معهم. هلا واضح انه المستوطنين صاروا بدل العقارب، بس بنقدرش نجمعهم معنا. في 1/1/2010 طلعت اول مسيره منظمه، وجينا هون لانه احنا بدنا نوجه رساله انه هاي الارض اذا ما تم حمايتها وما تم اعادتها لاصحابها راح تكون يعني المسيرات مستمرة وبشكل أسبوعي وبشكل يومي حتى. وصار التضامن يزيد بعد يوم بعد يوم، وصار الإعلام كثير يتركز على الموضوع النبي صالح، وصارت الناس كثير مهتمة إنه تستمر فعاليتها. وبعد هيك صار الطموح أعلى، بطلت الناس تفكر إنه بس العين، صارت الناس بدها تستعيد كل حقوقها اللي تم الاستيلاء عليها من 1976 لليوم، لأنه بداية المستوطنة كانت في 1976. وبعد هيك رفعنا شعار الشعب يريد زوال الاحتلال. الاحتلال هو موجود بالمستوطنة وموجود بالحاجز وموجود بالسجن وموجود بكل شيء، موجود باعتداءات المستوطنين. الاحتلال أشكال مختلفة، وبالتالي حتى لو قدرنا نستعيد عين الماء في لنا حق كبير اللي هو حق استعادة حياتنا الطبيعية. وحاولنا بكل الوسائل، توجهنا للمحكمة، والمحكمة اعترفت انه هاي الارض لازم بس واضح انه القانون القوة او اقوى من قوة القانون.